الله وبركاته. فيديو جديد على قناة ملوك سعد على اليوتيوب. النهاردة هنتكلم عن تردد قناة شمس العراق، قناة عراقية جديدة عبر القمر الصناعي نايل سات 2024. طبعا أول حاجة هنتكلم عن تردد قناة شمس العراق، وهي قناة عراقية عبر القمر الصناعي نايل سات. تردد القناة متخصص القناة قناة منوعات عبر القمر الصناعي نايل سات. قناة شمس العراق تعمل بجودة اتش دي، يعني لازم يكون عندنا جهاز اتش دي حتى يمكن استقبال تردد قناة شمس العراق عبر القمر الصناعي نايل سات 2024. تردد قناة شمس العراق هو 12687 مع معدل ترميز 27500، والاستقطاب هيكون عمودي. يبقى تردد قناة شمس العراق أحدث تردد للقناة على مدار نايلسات 7 درجات غرب، هيكون هو 11-12-687، 12-687 مع معدل ترميز 27500، والاستقطاب هيكون حرف الفي اللي هي عمودي فيرتيكال. ده تردد قناة شمس العراق عبر القمر الصناعي نايل سات 2024. تخصص القناة قناة منوعات عبر القمر الصناعي نايل سات، وقناة شمس العراق هي قناة عراقية جديدة عبر القمر الصناعي نايل سات. أخيرا التردد 12687 مع معدل ترميز 27500، والاستقطاب هيكون حرف الفي، ولازم اهم حاجة يكون عندك جهاز يعمل بجودة اتش دي اللي هو بصفر الاتش دي علشان تقدر تستقبل وتنزل تردد قناة شمس العراق عبر القمر الصناعي نايل سات 2024، والقناة تعمل بجودة اتش دي. ده كان فيديو النهاردة عبر قناة ملوك سعد على اليوتيوب، قناة شمس العراق.